السلام عليكم. سعيدة جدا بحضوركم الليلة. طبعا أغلبكم يعرفوني زين وتعرفون سبب وجودي هنا. أنا بمساعدتكم أتمنى أني أدخل المجلس البلدي. دكتورة، ونفهم التحديات اللي تواجهكم، لكن إلى الآن ما في أي مبرر طارئ أن نخصص ميزانية لتمويل المشروع. تبني دكتور رجال، لا تبني بعيوني. أبو أريهم وش بسوي؟ سمع دحين. لازم أقول لأبوي يمكن فهمها ويعقلها. أبوي مجنون زيها. صوتوا لي، أنا الدكتورة مريم الصفا. حتى ولا فخر الدنيا إلى حقوقنا. ما بيسمع. ترى مقطعك انتشر في الواتس والكل قام يتداوله. طبعا في كثير من المواضيع يعني، وانت كامراه اكيد انها تثير اهتمامك. صحيح، انا طبيبه و مثل وضع الحدائق، ملاعب للاطفال. انا فخوره فيه في اللي تسوينه. ابي اشكرك انك بتساعدني اليوم. ولا يهمك، ما سويت شيء. علاقات من ورانا. اقدر الحين اسوي مواقف العياده. عاد لا اوصيكم، احتاج صوتكم، لان بصراحه ما ابي ادخل نفسي في هالامور. اقول لك ما نبغى نساء، ونحن منتخبين نساء. المراه مكانها بالبيت. تعبت سايرهم، خليهم يعرفون مع من يتعاملون. اول مره في حياتي احس اني شيء. هلا هلا بمرشحتنا المغواره.